عبد محمد شريف، مع حضرتك مساء الخير. ألو، مساء الخير. لو سمحت كنت عايز أسأل عن نظام المظاهرات، ولو عايز أحجز مظاهرة. حضرتك احنا عندنا كذا عرض، أول عرض معانا اللي هو عرض أهلا مظاهرات، ودي الاحتجاجات الفئوية والمظاهرات الخفيفة. بنقدم لحضرتك كردون من العساكر على أعلى تدريب ومعاهم الدروع بتاعتهم وممكن سدين لاتنين تلاتة كده. تاني عرض معانا هو عرض مظاهرات بلس، احنا بنقدم لحضرتك 3 ساعات هدافات وساعة ضرب جهاز بالإضافة لنص ساعة خرطوش. وآخر عرض معانا هو عرض المليونيات، بس للأسف حضرتك مش هتلحق تسمعه.